بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا تخفيضات العائلة الرياض حي النهضة شارع سلمان الفارسي، عاملين عرض من الجمعة والسبت والحد 16 و17 و18 10 20 20. في عرض كويس اهو، انا قلت اصوره لكم. في 4 زبديات ب3 ريال سيراميك، وفي 5 زبديات ب3 ريال برضو مقاس اصغر شوية، اللي هما دول ب3 ريال، دول المقاس الاصغر شوية ب3 ريال برضو، عرض كويس. على 3 ريال دول ال5 حبات ب3 ريال. اي حاجه لها عرض بصورها لكم. دي الصوصات، دول كام حبه؟ 1 2 3 4، دول 6 ب5 ريال 75 هلله، ما عليهمش عرض. ودول ال3 ب5 ريال 75 هلله، ودول ال3 ب11 ريال ونص ستار بارك. اهو دول ال2 ب9 ريال، بصور لكم كده بالمرة. ودي الواحدة ب5 ريال 75 هلا، ودول الواحدة على 5 ريال 75 هلا، دول عليهم عرض اهو. الاطباق دي ال3 ب5 ريال 75 هلا، مكتوب عرض خاص. كل دول ال3 ب5 ريال 75 هلا. هنا 132 ريال، ال4 اطباق دول ب5 ريال 75 هلا. سين هنا ال4 اطباق على 5 ريال 75 هلا. هنا دول دي الواحدة ب3 ريال، الواحدة بس ب3 ريال و29 هلال، والأكبر شوية ب5 ريال 47 هلال. اهي دي الزبدية، دي بقى عايزة أعرف من بكام، مش مكتوب عليها بصراحة. الأطباق السيني جميلة، ده ب8 ريال. اي حاجة عليها عرض في الطريق هصورها. هنا قسم الاطباق الصيني، احنا صورنا قبل كده بس في حاجات اللي عليها عرض بقول لكم عليها. هنا دول ملامين، ال3 ب5 ريال 75 هلا الاطباق ده، ال3 حبات ب5 ريال 75 هلا. وهنا مكتوب عرض خاص بس متفرط عن بعضين. هنا ال2 ب5 ريال 75 هلا، اللي هما المستطيلين دول. كله ده على 5 ريال 5، ده بكام؟ ده ب7 ريال 75 هلا. كله ده على 5 ريال 75 هلالة. لا ده ب13 ريال. لا كل الملون اللي هو من التراث ده ب13 ريال و15 هلالة. هنا الصواني الملامين دي ب5 ريال 75 هلالة، الصينية دي او طبق ملامين 5 ريال 75 هلالة. ده بكام؟ ب24 ريال. ده الطبق ده
اشوف لكم ايه تاني عليه عرض. هنا كان القسم ده، ايوه في اطباق، في اطباق سيراميك ب4 ريال، الاول كانت ب5 ريال 75 هلل. اصور لكم ايه مش عارف. دي اطباق ازازه اهي شكلها حلو ب5 ريال 75 هلل، شكل جديد لونه فضي. كل الاطباق دي ده شكله حلو برضو ب5 ريال 75 هلل، ودول الاثنين ب5 ريال 75 هلل، دول حلوين برضو ازاز برضو، دول ب11 ريال ونص، الطبق ب11 ريال ونص حلو. دول زبديات ب5 ريال 75 هلل، الطبق السيراميك ده اهو على 4 ريال، الاول كان ب5 ريال 75 هنا، الشكل ده للشكل الخشبي ده من جوه الشكل حلو. ودول اللي من التراث، دول الزبديات دي حلوة وقيمة بس مش مكتوب عليها السعر، ولا انا مش شوف سعرها كام، شكلها حلو مكسور. هنا الفخاريات دي مش على عرض بس الاتنين ب5 ريال 75 هللة اهو، والاكبر شوية ب5 ريال، الله دي ب4 ريال. الطواجن دي اللي بتخش الفرن ب5 ريال 75 هلل، صناعة مصرية، صنعة في مصر. ده بكام؟ كله ب5 ريال 75 هلل. الله قلة، القلة ب16 ريال بغطاوة. بس دي ايه؟ ده كستاء. ب16 ريال. ودي كوباية فخار ب5 ريال. أول مرة أشوف كوباية فخار. هنا في عرض تاني مش عايزة تشوف، أي حاجة على عرض بصورها لكم. متأكد بصراحة من التصوير. هنا في عرض أهو على السفرة العزيمة، الواحدة أهي فيها 45، يعني تقطعوا 45 فرشة بكام؟ ب3 ريال ونص. ايه ب3 ريال ونص. ايه العرض بتاعه. هنا المناديل دي على 3 ريال ونص، من 5 ريال 75 هلا. حلو. ايه 3 ريال ونص. هنا بقى مؤاخذة اكياس النفايات دي مقاس 30 ب3 ريال ونص، مقاس 55 ب3 ريال ونص، مقاس 70 ب3 ريال ونص، مقاس 50 ب3 ريال ونص اهو كل المقاسات كده. يا جماعة انا صورت لكم حاجات كتيرة، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.